تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المرضى في سجون الاحتلال بفعل سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون بوصفها سياسة عقابية. يؤكد الأسرى المحررون أنها تستهدف إعدام الأسرى بشكل بطيء والنيل من إرادتهم. الإهمال الطبي هذه السياسة ليست سياسة عفوية بل سياسة مبرمجة ويشرف عليها خبراء إسرائيليين من الشباك الإسرائيلي لقتل المتعمد لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. 223 أسيرا استشهدوا داخل سجون الاحتلال بينهم 73 بسبب سياسة الإهمال الطبي. أما الأخطر فهو ما يتعرض له الأسرى المرضى والمضربون عن الطعام من مساومات مقابل حصولهم على الرعاية الطبية. الأسير ناصر أبو حميد تقيأ الدم وتم عمل منظار إليه وتم تشخيصه تشخيصا خاطئا، وفي التشخيص الآخر عندما أساءت حالته تبين أنه مصاب بمرض سرطان الرئة. إدارة السجون الإسرائيلية ساومت الأسير خليل العواودة بأننا على استعداد أن نقدم لك هذا العلاج في مستشفى مدني مقابل أن يتم فك إضرابك. لجنة الأسرى للقوى الوطنية أكدت أنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى، كما دعت إلى تصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال كرد على عدوانه بحق الأسرى. كما خاضت المقاومة الفلسطينية من قبل معاركها من أجل القدس والأقصى، هي على أتم جهوزية لخوض معاركها من أجل تحرير الأسرى، كل الأسرى من السجون الصهيونية. وطالبت مؤسسات الأسرى برفع قضية الإهمال الطبي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال. إفلات إسرائيل من العقاب على ما ترتكبه من مخالفات خطيرة بحق الأسرى المرضى والمعتقلين إداريا يشكل وفق مؤسسات حقوقية دافعا لها لمواصلة انتهاكاتها التي تمثل إعداما بطيئا. أحمد غانم، غزة، الميادين.